الانتخابات الرئاسية هي الركن الأساسي في تطوير الحياة السياسية والمناخ العام، ومن هنا تيجي أهمية المشاركة في هذه الانتخابات. بتشارك عشان نبني مستقبل جديد للبلد دي، عشان العالم كله يشوف إن كل المصريين بيدعموا المنصب الأرفع في هذه البلد. أيا كان المرشح اللي أنت شايفه إنه الأفضل والأمثل في المرحلة دي، انزل وشارك. انزل ادي صوتك للي يستحقه واللي أنت شايف إنه يمثلك في رئاسة الجمهورية أيا كان هو مين، المهم إنك تشارك. المشاركة في الانتخابات حق دستوري لكل مواطن يختار من يريده في المكان الذي يريده. شارك لو كنت راضي عن الإدارة الحاكمة أو كنت غير راضي. لو راضي ادعمها بصوتك، ولو كنت غير راضي شارك واختار اللي تشوفه قادر على التغيير. العملية الانتخابية محتاجة صوتك وصوتي علشان خاطر مستقبل أولادنا. محدش يقول أصل صوتي مش فارق، أصل أنا خلاص النتيجة محسومة، أصل أنا صوتي مش هيعمل حاجة. لا، صوتي وصوتك فارق وهيفرق. في العملية السياسية النتيجة مش بس هي المهمة، كمان النسب مهمة جدا. معنى ان انت اخترت تشارك ان انت اخترت تاخد خطوة لقدام. لو ما شاركتش يبقى قرارك كان ان انت تفضل واقف مكانك. ندعو جموع الشعب المصري للذهاب الى صناديق الاقتراع لانتخاب ما يروه مناسبا وقيادة هذا الوطن في المرحلة القادمة. انزل اختار من تريد ان تختار، انزل اختار من تريد ان تعطيه صوتك، ولكن لابد ان نحافظ على هذا المكتسب وهو الصندوق الانتخابي. ضروري تشارك، ضروري تحضر الانتخابات الرئاسية 10 و11 و12 ديسمبر 2023. لازم خلال 3 ايام 10 و11 ديسمبر نمارس حقنا الطبيعي في المشاركة في إدارة الشأن العام وفي اختيار رئيس جديد يعبر بالدولة المصرية من هذه التحديات. حقك انك تنزل وتنتخب، وحريتك انك تختار رئيس جمهوريتك. شارك علشان نوجه رسالة للعالم كله إن إحنا شعب واحد ورئيس واحد وإيد واحدة. خلونا نوري العالم إن الشعب المصري شعب قوي، شعب هيقدر يقف قدام أي حد. لو رحنا كلنا الانتخابات وقلنا إحنا عايزين مين واخترنا اللي إحنا عايزينه، أكيد هنفرض إرادتنا. نزولنا ومشاركتنا حماية وحصانة لمشروع كبير ومهم كلنا اجتمعنا وتوافقنا عليه، وهو مشروع دولة 30 يونيو الوطنية. نزولك مهم، مشاركتك مؤثرة، صوتك هيفرق، كن إيجابي. انزل وشارك ومارس حقك الدستوري وعبر عن رأيك. الانتخاب هنا حق وواجب، وقوة هذا الوطن تبدأ من قوة أبنائه، فقوتنا تبدأ من أنفسنا، فليبدأ كل منا بنفسه.